على ارضيه الخشيه من انتقال المعركه على الدوله الفلسطينيه من نيويورك الى الاراضي الفلسطينيه، اعدت وزاره الامن الداخلي في اسرائيل وثيقه تفعيل لانظمه طوارئ لتوسيع صلاحيات الشرطه، شملت السماح باعتقال متظاهرين لتسع ساعات في اماكن الاحتجاج بدلا من ثلاث ساعات، وعدم عرض المشتبه فيهم على قاض الا بعد 48 ساعه لانتزاع اعترافات واقامه معسكرات. اعتقال، الامر الذي اثار جدلا في وزاره العدل الاسرائيليه سيحسمه المستشار القضائي للحكومه قريبا اذا تم الموافقه على هذا الاقتراح فان هناك مساسا حقيقيه حيث انت تنقل صلاحيه قضائيه لقاض يراقب هذه الحيثيات امامه ويعطي قرارا ويبقيها في ايدي رجل شرطه له اعتبارات اداريه تخدم مصلحته الانيه التفكير بأنظمة الطوارئ ليس وليد مصادفة فإسرائيل تعمل بهذه الأنظمة منذ إنشائها عام 48 بعد أن ورثتها عن الانتداب البريطاني وتطال جميع مناحي الحياة فعلى سبيل المثال الحصر يندرج الاعتقال الإداري بدون محاكمة في إطار هذه الأنظمة وتماطل الحكومات الإسرائيلية بحجة الوضع الأمني في وقف أنظمة الطوارئ التي تخول الحكومة صلاحيات غير محدودة وانتقل خلصت إلى أحد قانونا ونحو خمسين أمرا لها أحكام القانون استبدال القوانين بأنظمة طوارئ يمس بالديمقراطية وقد نكرر ما فعله الأمريكيون في الحرب العالمية مع ذوي الأصول اليابانية من مواطنيهم بوضعهم في معسكرات إنه سلوك ينم عن هستيريا الدولة في كل عام يمدد البرلمان الاسرائيلي اوتوماتيكيا انظمه الطوارئ على الرغم من انها تتجاوز التشريعات وتمس بحقوق الانسان خاصه ان كان عربيا إسرائيل تتغنى عادة بديمقراطيتها لكن أنظمة الطوارئ تبقى جزءا لا يتجزأ من نظامها القضائي منذ تأسيسها وإن كانت لا تحتاجها بالضرورة لتثبت أنها دولة احتلال شرق الخط الأخضر ودولة تمييز ضد الفلسطينيين غرب هذا الخط زياد حلبية العربية القدس